المقارنه اللي بتتم. الكهرباء لما امبارح كنا بنتكلم مع الدكتور ايمن حمزه استهلاكنا كان حوالي 37500 ميجا، امبارح استهلاك ضخم جدا، والدوله شغاله على تدخل كمان قبل الصيف القادم حوالي 4000 ميجا اللي اتكلم عليهم رئيس الوزراء. ماذا عن البترول؟ استهلاكنا قد ايه خلال امبارح مثلا على سبيل المثال؟ لا امبارح هقول لحضرتك سجل رقم قياسي تاريخي لم يتحقق من قبل فيما يتعلق قول لي يا فندم قياس الوقود. قول لي يا سواء فندم سواء قلت لحضرتك سواء كان غاز طبيعي كام او سوائل 165 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود تم امس امداد محطات الكهرباء بهذه الكميات. حضرتك بتقول ده رقم تاريخي ما حصلش قبل كده؟ لم يحدث من قبل، وفي نفس الوقت بقول لحضرتك ده رقم قياسي. نعم. امبارح كان درجات الحراره مرتفعه واليوم مرتفعه، لكن الحمد لله لما تكون عندك مخزون من الوقود عامل حسابك في خطط في استيراد شحنات بتيجي باستمرار، والا كان يبقى الدنيا مش ظريفه يعني. الجو زي ما حضرتك شايفه طبعا مصر لم تمر بمثل هذه الاجواء من قبل. صحيح. مع في نفس الوقت احنا في زياده في الاستهلاك بالاضافه الى درجات الحراره. زي ما حضرتك عارف ان مصر دلوقتي فيها تنميه، فيها مدن جديده، فيها مصانع، فيها حاجات كتيره قوي، فيها فكل ده مدن جديده، فيها شغل، فيها عماله يعني، وبالتالي محتاج توفر ده لكل الناس. تمام. الحمد لله الامور الحمد لله مستقره. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله هذه تبقى مرحله وتبقى في النسيان بعد كده يا احمد. ده في دول يا حمد بيه على الرقم ال 165 مليون ده يكفي دول، يمكن في دول تستخدمه في سنين يعني مش يوم. لا الرقم ده كبير جدا يا احمد بيه. كبير جدا. انا النهارده سائل الشركه القابضه للغازات. اه. كان شركه امبارح مع بدء الانتهاء من التخفيف كان موجود رئيس القابضة للغاز، عمل زيارة للمركز القومي للتحكم، وهو ورئيس شركة جاسكو المسؤول عن التشغيل. وطمنوا طبعا على ان الكميات اللي بيتم تفريغها سواء في هنا او هنا، سواء في صامد او سواء في العقبة، نعم في انتظام في هذه الامدادات، سواء كان زي ما قلت لحضرتك غاز او وقود سائل. احنا بنبني مازوت 800 سولار لبعض المحطات بالاضافه لكن في تنسيق جيد دلوقتي وتنسيق على قدم الوثاق ما بين وزاره البترول ووزاره الكهرباء عشان خاطر نقدر يعني ننفذ توجيهات السيد رئيس مجلس. هل هتزودوا قال البنزين الشهر الجاي ولا مش صحيح الكلام؟ هذا الموضوع يا احمد بيه بيخضع الى اللجنه، لجنه التسعير التلقائي. عندما هذه اللجنه تجتمع ويتم دراسه العوامل المحيطه، الحكومه هتتخذ القرار المناسب. لكن لم يتم حتى الان الكلام على زيادات او تثبيت او كل دوت. حضرتك كلام ملهوش اساس، ملهوش من الصحه اساس. فبالتالي احنا بنقول ان اللجنه عندما تجتمع، احنا في شفافيه صح يا احمد، عندما اللجنه تجتمع جدا. لما بتجتمع اللجنه واعتقد الشعب يطلع المصر. البيان يقول لك اللجنه اجتمعت وقررت وكذا، مفيش يعني اي مشكله يعني. لا هو حسب ما هو بقول لحضرتك يعني اللجنه تجتمع، ودي لجنه مشكله من قطاع البترول. عظيم. فبالتالي احنا مش عايزين نسبق الاحداث ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حمدي عبد العزيز، متحدث باسم وزاره البترول، كلها اخبار ايجابيه.